عندي لك سؤال ثقافي، سؤالنا ثقافي العدد اليوم يقول ما هي العاصمة الأكثر اكتظاظا بالسكان في العالم؟ عندي لك خيارات، عندنا طوكيو باليابان، إيه؟ عندنا بكين بالصين، وعندنا دلهي بالهند. مامو بكين. إجابة خاطئة. بكين بالصين. إجابة خاطئة. الصين. إجابة خاطئة. نيو دلهي. دلهي في الهند. إجابة خاطئة. الأكثر اكتظاظ بالسكان في العالم دكتور بكين. إجابة خاطئة. نورمال مو الصين. إجابة خاطئة. طوكيو. أنت قلتي لي الصين. طوكيو جاية في الصين. جاية في اليابان. طوكيو في اليابان. الإجابة صحيحة. علم أظن عاصمة اليابان طوكيو. والإجابة صحيحة، هي عاصمة اليابان طوكيو، حيث فيها حوالي 37 مليون نسمة فاصل 274 حسب إحصائيات 2022.